كان حران ومحدش شافه وهو بيغرق. تفاصيل وفاة ابن حسن يوسف وشمس البارودي في الساحل الشمالي. كارثة كبيرة وحزن أكبر بتمر بيه أسرة الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي اللي صحيوا على خبر وفاة ابنهم الأصغر عبد الله. تفاصيل كتير وملابسات أكتر عن الحادثة اللي سببت صدمة للوسط الفني كله. عبد الله حسن يوسف هو آخر العنقود عند أشهر زوجين في الوسط الفني. يمكن جوازة حسن يوسف وشمس البارودي من أكتر الجوازات الناجحة والمكملة، خاصة بعد ما قرروا اعتزال الفن وحياتهم اتغيرت 180 درجة. لبست وقتها شمس الحجاب، أما جوزها فبقى الشيخ حسن يوسف. بس الابتلاء اللي حصل لحسن يوسف وشمس البارودي مبارح صعب نوصفه. فقد الضنا والابن بيكون ابتلاء عظيم ما بيحسش بيه إلا اللي ضاقه وجرب مرارته وقسوته. عبد الله كان بيقضي أجازته في الساحل الشمالي زي كل سنة، بس ما كانش يعرف إن دي هتبقى آخر سنة. يومه كان ماشي عادي جدا، صحي فطر وقرر ينزل البحر يعوم شوية، ما طلعش منه. صحابه حاولوا ينقذوه بس كان خلاص استسلم وغرق. قوات الإنقاذ انتشلت جثة عبد الله بعد ما قابل وجه كريم، وتم نقله لمستشفى العالمين، بس الدكاترة أكدوا إن كل وظائف الجسم الحيوية اتوقفت وإنه مات نتيجة الغرق. عبد الله كان عنده 35 سنة وكان آخر العنقود والابن المدلل حسن يوسف وشمس البارودي اللي عرفناه إنه كان رايح يقضي أجازة الصيف مع أصحابه مش عائلته، وزي أي شاب قرر يهرب من حرارة الجو بإنه يعوم في البحر، بس دي كانت آخر مرة لعبد الله. عبد الله كان دارس الطيران في أوكرانيا، ولما رجع قرر يدرس الإعلام في بيروت. هو من مواليد 1988 وخلال عمره ما حاولش يدخل الوسط الفني ولا يمثل من قريب أو من بعيد. عبد الله الابن الأصغر وسط ثلاث إخوات، هما نريمان الكبيرة وعمر اللي دخل الوسط الفني كممثل ومخرج، وأخوه محمود، وآخر واحد كان عبد الله الله يرحمه. أسرة الفنان حسن يوسف لحد دلوقتي ما أعلنتش عن تفاصيل وموعد الجنازة أو العزاء، بس خلال الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا اتقلبت على خبر وفاة عبد الله، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير قدموا واجب العزاء لحين الإعلان عن موعد الجنازة. كان من أول اللي قدموا العزاء لحسن يوسف وزوجته علاء مبارك اللي كتب تويتا ودعا لعبد الله بالرحمة والمغفرة، ده غير نهال عنبر وأشرف زكي وغيرهم من المقربين لأسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي. واحنا هنا من عين مصر بنوجه واجب العزاء لأسرة الفنان القدير، وبندعي من قلوبنا ان ربنا يرحمه ويصبر قلبهم على فراقه.